وأخيرا نشكر الأساتذة الكرام على حضورهم الكريم المعمور بمشاعر المحبة والإحساس. اليوم كنا على موعد مع جمع عام تأسيسي لتنظيم أو إخراج منتدى السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين المغاربة إلى النور. حنا كنشوفوا بأنه اليوم المغرب يشهد عديد من التحولات ويفتح عدد من الأوراش الكبرى التي يتعين على السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين أن يواكبوها. والمغرب اليوم فتح واحد الورش كبير ديال المشروع التنموي الجديد، فارتأينا أن يأتلف السوسيولوجيين فيما بينهم لمواكبة هذا الورش وكذلك تطوير الممارسة السوسيولوجية والأنثروبولوجية سواء بحثا أو تدريسا أو تأطيرا. فكل هذه القضايا جمعتنا اليوم لكي نسجل هذه اللحظة التي نعتبرها لحظة تاريخية في مسار السوسيولوجيا بالمغرب. اليوم مجموعة من الأساتذة من مختلف المناطق، من مختلف الكليات والجامعات المغربية استطاعوا اليوم أن يأتوا من مناطق بعيدة جدا، وهذا كيأكد الرغبة والإرادة القوية اللي عند هاد الأساتذة لأنهم يقلعوا بالممارسة السوسيولوجية في المغرب ويسجلوا منعطف نعتبره تاريخيا لفائدة سواء الطلبة الباحثين أو الأساتذة أو الدكاترة. فكل هاد الفئات غادي تستفد من وجود منتدى بحال هذا، ومنتدى يطمح لفتح واحد النقاش وتوسيع نطاق النقاش السوسيولوجي والعلمي في المغرب. هو في بعض الأحيان يحضر السوسيولوجي في مثل هذه القضايا ويدلي بدلوه فيها، ولكن للأسف الحاجة اللي ما معروفاش هو أن السوسيولوجي ما يمكنش يواكب اليومي. لا، السوسيولوجي يحتاج إلى فترة، يحتاج إلى مسافة، سواء مسافة زمنية أو مسافة موضوعية لتأطير هذه الأحداث الجارية. فإذا إلا شتو السوسيولوجي كيتأخر بالمقارنة مع الإعلامي، فلأن الإعلامي من المهام ديالو هو مواكبة هذه الأحداث الجارية يوميا، لكن السوسيولوجي يبنيها ويحتاج إلى مسافة ويحتاج إلى مدة معينة لبنائها بناء موضوعيا تبعا لما تقتضيه الشروط ديال العلمية. لذلك يبدو أن السوسيولوجي يأتي بعد متأخرا. لا، غير ما خش الصحفي يعتبر بأن السوسيولوجي فقط لا يقبل أو يتخلف عن الطلب. لا، السوسيولوجي ليس كالسياسي كذلك. السوسيولوجي أنا قلت بأن ما يمكنش يدلي بدلو، يعني اللي هو متين وكيراعي الشروط الموضوعية إلا ما اتخذش واحد المسافة وإلا ما تعطلوش واحد الوقت. فلذلك في بعض الأحيان كيجي له سوسيولوج وكيدلي بدلو ديالو في بعض الوقت، ولكن شخصي ما عندوش قيمة علمية كالموقف اللي كيدلي به من بعد دراسات ميدانية ومن بعد تفكر في الموضوع ومن بعد واحد ريفليكسيون في الموضوع. في هذا اليوم قمنا بتأسيس منتدى السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين المغاربة، الهدف منه هو تطوير يعني العمل وممارسة في مجال البحث والتدريس والتأطير، يعني في مجال حقل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. هذا الإطار إذا يأتي من أجل تجميع الطاقات ومن أجل خلق فضاء التبادل والنقاش بين علماء الاجتماع والأنثروبولوجيين المغاربة من أجل الاشتغال على قضايا ومشاريع مشتركة. كل ذلك يعني بغية يعني تطوير وجود علم الاجتماع والأنثروبولوجيا داخل المغرب من أجل يعني استجابة للحاجات التي يمليها المجتمع اليوم المغربي على هذه الجماعة العلمية. لأن اليوم لم يعد مقبولا أن يظل علماء الاجتماع والأنثروبولوجيين المغاربة يعني بدون عمل جماعي، بدون تنسيق وبدون يعني تبادل وتفاعل
خصوصا خدمة يعني الحاجات والقضايا التي يمليها الواقع المغربي. غياب السوسيولوجيين المغاربة في الإعلام يعني في اعتقادي راجع يعني كون أن يعني الإعلام غالبا لا ينفتح على ما ينتج على مستوى يعني البحث السوسيولوجي والأنثروبولوجي في الجامعة المغربية، ولا يتابع يعني ما يجري، وأيضا ما زال الإعلام يعني غالبا يعني لم ينتبه للقيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها علماء الاجتماع والأنثروبولوجيين المغاربة، لأن أحيانا هناك حضور القضايا وإشكالات يعني تتطلب تدخل علماء الاجتماع، ولكن في الغالب معالجتها لا ترقى إلى مستوى يعني المقاربة السوسيولوجية والأنثروبولوجية، وهذا كما قلت راجع لهذا يعني عدم الانفتاح للمؤسسات الإعلامية على أهمية يعني المقاربة السوسيولوجية والأنثروبولوجية، ونتمنى أن يتم استدراك ذلك من خلال يعني المنادات ومن خلال الإنصات والانفتاح على الباحثين، خصوصا الذين يشتغلون على قضايا وعلى يعني مواضيع ومشاريع يعني تفرضها الراهين وتفترضها الظرفية التي يعيشها المغرب. شكرا. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.